السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا صديقكم القمر. أعرف أنكم لا ترونني جيداً، ففي نهاية كل شهر أعود هلالاً صغيراً، وسأكمل لكم الحكايات الجميلة في شهر رمضان المبارك. حل الليل وأوشكت مريم أن تنام، لكنها ما لبثت أن نهضت بسرعة وكأنها تذكرت شيئاً مهماً. تذكرت مريم أن هذه الليلة هي ليلة القدر، فالعبادة في هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر، وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم على رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد من الله تعالى على عباده المؤمنين باستجابة الدعاء في هذه الليلة المباركة، وها هي مريم تتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل، وريثما تؤدي مريم فرض صلاة الفجر علي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً. إلى اللقاء.